I want him found. Not tomorrow, not after breakfast, now. Yes, sir. يا هلا والله بالجميع، معكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية. في فيديو اليوم راح نتكلم عن قصة أعظم فيلم في العالم، أو إن صح الوصف الفيلم رقم واحد في العالم، أفضل فيلم في العالم. خلاص، الفيلم المتربع على عرش جميع الأفلام وكل شيء بعده ولا شيء قبله. بغض النظر يا جماعة إذا هذا الفيلم رقم واحد أو الفيلم رقم 100 في قائمة أفضل الأفلام، الفيلم هذا يا جماعة يتكلم عن الأمل، وفي نفس الوقت يتكلم عن التفاني في العمل. الفيلم هذا يا جماعة بالرغم من أنه وسط السجن إلا أنه مليان حرية بطريقة أو بأخرى. الفيلم يتعمق في كل تفاصيل السجن، من لحظة ارتكاب الجريمة وحتى لحظات الندم خلف الزنزانة ولحظات إدراك قيمة الحرية والحياة. فيلم مليان حوارات جميلة وملهمة بالرغم من إنها تخرج من أفواه مجرمين، ولكن السجن حولهم إلى أشخاص مختلفين تماما. فيلم بطاقم تمثيلي رائع وبنكهة التسعينات الجميلة. فيلم تشوفه مرة ومرتين وثلاثة، وبعد فترة طويلة وبعد سنوات طويلة كده تغيب عنه وترجع له وتكتشف إنه هذا الفيلم كأنك أول مرة تشوفه، بالرغم من إنها المرة يمكن 30 أو 20. يابا يا جماعة، هذا هو فيلم The Shawshank Redemption، أو الخلاص من شاوشينك. فتعال اليوم عزيزي الوجيه، وتعال اليوم عزيزتي الوجيهة، وخلونا نتكلم عن الفيلم رقم واحد وكيف تم صناعة هذا الفيلم وإيش هي التحديات اللي واجهت صناع هذا الفيلم وبعض الحقائق اللي لها علاقة بالفيلم أو لقصص حصلت للممثلين أو المخرجين أو الكتاب داخل أو أثناء صناعة هذا الفيلم. لايك واشترك في القناة لو ما كنت مشترك، وفعل جرس التنبيهات على طريقك، وتعال تابعنا لموقع التواصل الاجتماعي كلها موجودة في الوصف. ويلا خلينا نبدأ. Get busy living. Get busy dying. أول حاجة يا جماعة خلونا نتكلم عن المشاكل اللي واجهت هذا الفيلم وقت عرضه. تخيلوا يا جماعة إنه الفيلم أول حاجة هذا ميزانيته كانت حوالي 28 مليون دولار، أوكي رقم طبيعي في عرف الأفلام والمسلسلات وصناعة الأفلام بشكل عام. ولكن المشكلة مش هنا يا جماعة، المشكلة إنه الفيلم هذا أول ما نزل تقريبا ما حد تابعه. يب نزلوه في السينما، إيش فيه؟ شاوشينك. وش شاوشينك يا بوي؟ عدد بسيط جدا من سكان العالم، ما اقول لك امريكا، سكان العالم كامل ما تابعوه الا مره عدد بسيط منهم، لدرجه ان الفيلم الى يومنا هذا ميزانيته 25 مليون، ارباحه كم؟ 28 مليون. فوضى فوضى، وضعه في شباك التذاكر الفيلم كان سيء جدا. بس ليش وكيف وش اللي صار؟ يقول صناع الفيلم انذاك في سنه 1994 انه الحياه كانت تمشي بشكل مختلف، التسويق ما هو مثل تسويق اليوم، الدنيا ما هي مثل الدنيا اليوم، ما في انترنت، ما في سوشيال ميديا، ما في مشهور يعلن لي، ما في مشهوره تعلن لي، ما في زي كذا. كل اللي تقدر تسويه علشان تسوق لفيلمك انك تسوي بوسترات وتوزعها في الشوارع واعلانات تلفزيونيه وخلاص، ايش بتسوي اكثر من كذا؟ ايش؟ ما في. والفيلم هذا بالتحديد فيلم ذا شاوشينك ريديمشن، فكره اعلانه في التلفزيون ما هي مثيرة للاهتمام. الناس في الإعلانات دائما تجذبهم الأكشن، إطلاق النار، الخيال، السحر. فكون الفيلم فكرته عن شخص مسجون ومن هذه التفاصيل ما كانت مثيرة للاهتمام في ذيك الأيام. هذه المشكلة الأولى. ترى باقي في مشاكل كثيرة وفي تحديات كثيرة وقفت أمام هذا الفيلم. المشكلة الثانية إيش؟ نفس السنة هذيك نزلت أفلام مجنونة سنة 1994، كانت سنة شرسة. يعني تخيل ذيك السنة نزل فيلم فورست جام، ونزل فيلم سبيد، ونزل فيلم ذا ماسك، ونزل فيلم ديزني ذا لايون كينج، وغيرها من الأفلام القوية اللي نزلت هذيك الفترة. فكانت نقطة وقت إصدار الفيلم برضه تحدي ومصيبة كبيرة لصناع هذا الفيلم. بل يا جماعة تخيلوا من شدة اليأس إيش سوى صناع الفيلم علشان يسوقوا الفيلمهم. أول ما نزل الفيلم في السينما بعدها بكم يوم، بعدها بكم يوم نزلوا حوالي 300 ألف نسخة على أقراص DVD أو على أشرطة فيديو، ماني عارف إيش كانت النسخة الرقمية وقت هذيك الأيام، غالبا أشرطة فيديو. 300 ألف نسخة ونشروها في المحلات علشان يحاولوا يغطوا تكاليفهم وخسائرهم اللي خسروها في الفيلم. وحتى مع إطلاق النسخ الرقمية بالتزامن مع إطلاق الفيلم في السينما برضو ما قدروا انهم يغطوا ارباحهم الا بشيء بسيط. ولكن يا جماعة بعد ما هذا الفيلم بدأ ياخذ سمعته بشكل تدريجي اثناء عرضه في التلفزيونات واثناء عرضه على اشرطة الفيديو والDVD او ايا كانت طرق العرض ذيك الايام، بدأت الناس تتكلم عن هذا الفيلم بشكل تدريجي، بدأت تنفجر سمعة هذا الفيلم بشكل تدريجي. اوه في فيلم اسمه The Shawshank Redemption مرة رهيب نزل على التلفزيون، او استأجرته شريط فيديو او اشتريته شريط فيديو لا يفوتكم. ومن هذه الشرارة بدأت تنطلق وتنفجر سمعة هذا الفيلم وقوته. وفي سنة 1995 حصل فيلم The Shawshank Redemption على لقب الفيلم الأكثر استئجارا. يب استأجروا الناس إلين قالوا أمين كشرطة فيديو، وبرضه حقق مبيعات رقمية أكثر بكثير من اللي كانوا متوقعينها. الكلام ده سنة كم؟
سنة 1995 بعد ما نزل الفيلم بسنة وشوية. وزيدكم من الشعر بيت، الفيلم نزل سنة 1994، ما جاب فلوس، ما جاب سمعة ولا شيء، ما حد يعرف شيء عنه، وفي نفس الوقت ترشح لسبعة جائزة أوسكار وما فاز بأي جائزة منها. ياب، لذي الدرجة الفيلم كان مرة منحوس من كل النواحي إلا ناحية واحدة، وهو إنه الفيلم هذا يمتلك قصة جدا جميلة ورائعة ومميزة، وراح تخلد وخلدت وسوف تبقى للتاريخ. الرواية المقتبس منها الفيلم يا جماعة اسمها ريتا هايورث اند ذا شاوشينك ريدمشن، وشائع جدا بين القراء في امريكا والعالم الاوروبي بشكل عام. اللي ما قرأوا الرواية لما يشوفوا الكتاب من برا ريتا هايورث اند ذا شاوشينك ريدمشن يعتقدون ان هذه قصة عن بنت اسمها ريتا هايورث، او انه هذا كتاب سيرة ذاتية للممثلة المشهورة اللي توفت في 1986 تقريبا ريتا هايورث. ولكن في الواقع الرواية عن شخص يدخل السجن بسبب قتله لزوجته. طيب مين هي ريتا هايورث؟ وليش اسمها موجود في عنوان الرواية الأصلية؟ الواقع يا جماعة ريتا هايورث ممثلة أمريكية ماتت سنة 1987 زي ما قلت لكم، وهي البنت اللي كانت صورتها مطبوعة على زنزانة أندي، الشخص اللي مسجون في السجن واللي هو بطل الفيلم. ياب، تخيلوا اسمها موجود في الرواية علشان هي بوستر داخل هذه الرواية أو الفيلم. لكن استخدم ستيفن كينج اسمها داخل الرواية من باب الترويج لروايته، أسلوب ذكي. ممثلة مشهورة استخدم اسمها جوة الرواية. ليش؟ لأنه فيه مسجون داخل السجن حاط صورتها كبوستر وغطى على جريمته. عموما بعد ما قرر الكاتب انه يحولها الى رواية، وكلاء الاعمال تجمعوا عليه من كل مكان. وكلاء اعمال مين؟ الممثلات. ايش تبغوا؟ عندك الرواية تبعك ريتا هايورث اند ذا شاوشينك ريدمشن، عندي ممثلة ممتازة راح تؤدي الدور على اكمل وجه. طبعا هو ما كان يقول لهم كيف قريتوا السيناريو تبع الفيلم؟ اوه رائع رائع السيناريو، انا متأكد الممثلة تبعي اللي انا مدير اعمالها راح تقدم الدور على اكمل وجه. فوضى صارت ما بعدها فوضى، الناس كانوا يتوقعوا انه الفيلم عن واحدة اسمها ريتا هايورث. وفي النهاية قرر المخرج والكاتب ازالة اسم ريتا هايورث من عنوان الفيلم بحيث يصير ذا شاوشينك ريدمشن او خلاص من شاوشينك فقط. على طاري قصة الفيلم او قصة الرواية في الاصل، ستيفن كينج يا جماعة صاحب الفيلم صرح وقال انه هذا الفيلم بالتحديد ذا شاوشينك ريدمشن، الفيلم رقم واحد في العالم، استلهم كل الافكار تبع هذا الفيلم من كل الافلام اللي تابعه هو صغير عن السجون. يقول وانا صغير تابعت مجموعة كبيرة عن الافلام اللي لها علاقة في السجن، افلام قوية، افلام سيئة، افلام حلوة، افلام شينة، واستلهمت وجمعت كل الافكار اللي موجودة في دماغي عن افلام السجون وحطيتها في رواية The Shawshank Redemption. المخرج روب رينرز يا جماعة واحد من المخرجين يمكن ما هو معروف كثير عندنا في الوسط العربي، ولكنه له افلام كثيرة. كان جدا معجب بالرواية تبع The Shawshank Redemption، مرة معجب فيها، ولما عرف انها راح تتحول الى فيلم كان نفسه يخرج هذا الفيلم. رواية The Shawshank Redemption راح تتحول على فيلم؟ ابغى اخرجها، ابغى اخرج هذا الفيلم باي طريقة. لانه لما سمع انه الفيلم راح يروح للمخرج فرانك ديربونت راح وجلس معاه وقال له تعال انت راح تخرج فيلم ذا شاوشينك ريدمشن، انا عارف بس ارجوك انا ابغى اخرج هذا الفيلم، انا مستعد اعطيك 2 مليون دولار ونصف. فعلا عرض عليه ذا المبلغ، قال له انا بعطيك هذا المبلغ بس ارجوك اطلع من الفيلم وخليني انا اخرجه. فرانك ديربونت وقتها كان لسه في بدايات، يقول كنت على وشك اني اوافق، مبلغ 2 مليون دولار ونص مره ما هو قليل. يقول ولكني اعدت التفكير اكثر من مره، اول حاجه انا في بداياتي، ما زلت في بداياتي كمخرج، وانا فعلا احب واعشق الاخراج، وجاتني فرصه ذهبيه على طبق من ذهب اني اخرج فيلم مستوحى من رواية للكاتب الكبير ستيفن كينج، افترض ان ياخذ فرصتي وما اسمح لاحد غير ياخذها. وبالفعل اعتذر من المخرج وقال له والله انا ارفض المبلغ تبعك وراح اخرج هذا الفيلم بنفسي. واحد من المشاهد في بداية الفيلم مورغان فريمن كان يرمي كرة بيسبول على الجدار او يرميها الواحد وكانت ترجع له ويمسكها، وجاء عنده اندي او الممثل تيم روبنز وجلس يسولف معاه ويحاول ايش يكون علاقات ومعارف داخل السجن. الغريب في الموضوع يا جماعة ان المخرج ديرابونت المشهد هذا بالتحديد كان دائما يعيد تصويره، كان عنده كده تصور للمشهد هذا انه يخرج بشكل معين، وما قدر يوصل للفكرة في هذا المشهد الا بعد 9 ساعات تصوير. تخيلوا 9 ساعات من التصوير، اوكي يمكن فيها بريكات ما بينها مش معقولة دعسة واحدة، 9 ساعات من المحاولات والتصوير واعادة تصوير هذا المشهد. المشكلة مش هنا، المشكلة انه مورغان فريمن جلس يرمي كرة البيسبول 9 ساعات تقريبا بشكل متواصل، يرمي وترجع له عيد المشهد، يرمي وترجع له عيد المشهد. ثاني يوم لما داوم ويده مربوطة بحبل كذا معلقها، ايش في؟ والله مشدود اشد عضلي. ليه ما قلت لنا؟ والله ود مدري، وقتها صراحة تحمست مع الشغل، شغل بس صحيت من النوم ليه معضلة. عليكم يا جماعة الامور طيبة
طيب هات الكرة يلا. وبالحديث عن مورغان فريمان يا جماعة، في أحد اللقاءات سألوه قالوا له إيش أفضل فيلم في حياتك كذا، إيش الفيلم رقم واحد في العالم من وجهة نظرك؟ وقال لهم تستهبلوا، أكيد ذا شاوشينك. يب، فيلم مورغان فريمان المفضل هو ذا شاوشينك ريدمشن. توم كروز وجوني ديب وتوم هانكس ونيكولاس كيج وغيرهم من الأسماء يا جماعة كانوا مرشحين لبطولة دور أندي اللي هو بطل هذا الفيلم، ولكن البعض منهم ما مشي في تجربة الأداء، والبعض رفض مثل توم هانكس اعتذر عن بطولة الدور بسبب مشاركته في فيلم فورست جامب هذيك السنة. وبرضو يا جماعة الممثل كلينت إيستوود وهاريسون فورد وغيرهم من الأسماء الثانية كانوا مرشحين لبطولة دور ريت اللي قدم دوره مورغان فريمان، لأنه في الرواية يا جماعة الكاتب ستيفن كينج وصف شخصية ريد اللي قدمها مورغان فريمان على إنها شخص كبير في السن شوية وشعره أبيض ومن عروق إيرلندية، ولكن المخرج فرانك ديربونت كان عنده كلام ثاني وكان عنده نظرة مختلفة للموضوع. أولا كان معجب جدا بشخصية مورغان فريمان أو بالممثل مورغان فريمان. ثاني حاجة يا جماعة، شخصية ريد داخل الفيلم كان لها دور كبير في رواية القصة بصوتها، وبحكم إنه مورغان فريمان عنده صوت جدا مميز وإذاعي ويصلح للروايات. But still, the place you live in is that much more drab and empty that they're gone. فيقول المخرج كان أفضل شخص وأفضل خيار لشخصية ريد هو مورغان فريمان، بغض النظر عن إيش تقول الرواية، هو شخص أبيض ولا هو شخص أحمر ولا إيرلندي ولا أي بطيخ. وبالفعل راح الدور لمورغان فريمان في النهاية. ستيفن كينج يا جماعة كاتب رواية The Shawshank Redemption واللي الفيلم مأخوذ منها، عرضت عليه شركة الإنتاج مبلغ $5,000 فقط مقابل الاستحواذ على حقوق الفيلم والرواية. قال لهم الكاتب ستيفن كينج الرواية أطلبوا الله على حالكم، والله ما تأخذ منها ولا شيء، لكن الفيلم خذوا حقوقه $5,000 ها تحول لي الشيك بس. ارسلوا له الشيك بقيمه $5,000، اخذ الشيك وحطه في واحد من ادراجه في البيت ونسيه، يعني هو في النهايه مش مهتم على $5,000، هو يهمه انه ايش اسمه يكون موجود في الفيلم وروايته تظل ملكه. مرت سنوات وسنوات والفيلم هذا سوى ضجه في العالم والكل صار يعرفه وجميع القنوات التلفزيونيه صارت تبثه. فبعد ما ستيفن كينج شاف النجاح اللي حققته روايته اللي تحولت الى فيلم ذا شاوشينك ريدمشن، اخذ الشيك ابو $5,000 وحطه داخل برواز وأرسلوا للمخرج فرانك ديربونت وكتب له رسالة معاها مكتوب فيها الشيك هذا قيمة حقوق الفيلم اللي بعتها لشركة وارنر براذرز، احتفظ بالشيك هذا عندك لو يوم من الأيام دخلت السجن واحتجت كفالة ممكن يفيدك. اللي ما تعرفون يا جماعة عن ستيفن كينج، ترى هذا كاتب فوق 300 عمل منها أفلام وروايات وأفلام قصيرة وحلقات وغيرها، وثروة هذا الإنسان اللي كنتم مستهينين فيه أوه إيش بباع ب5000، ترى مي فارقة معاه $5,000 حرفيا مي فارقة معاه ولا يحتاجها الآدم. هذا اليوم في هذه اللحظة ثروته تقدر بحوالي $500 مليون من الروايات ومن الحقوق ومن الأشياء اللي جالس يبيعها ويكتبها. تيم روبنز يا جماعة مؤدي شخصية أندي راح ودخل بنفسه إلى السجن الانفرادي. قبل تصوير الفيلم قال لهم يا جماعة ودوني سجن انفرادي، أبغى أخوض تجربة السجن الانفرادي وتركوني فيه كذا عدة أيام أشوف أجرب الوضع. وبالفعل أخذوه ودخلوه سجن كذا انفرادي وتركوه فيه هناك، وكانوا يجيبوا له أكل يعني ويسمحوا له يروح الحمام متى ما يبغى، يعني إيش تجربة كذا إلا ربع. صرح وقال يا جماعة يعني مهما حاولت اني اخوض تجربة السجن الانفرادي ما راح اخوضها زي ما يخوضوها الناس الحقيقيين، احنا في النهاية داخل السجن ده بس كذا ابغى اشوف الاوضاع. يعني في احد المشاهد في بداية الفيلم مورغان فريمان دخل الى لجنة اطلاق السراح المشروط اللي يجلسون يقيمون حالة السجن هذا كل كم سنة ويشوفون هل هو يستحق الخروج الى العالم مرة اخرى، هل تغير، هل صار انسان افضل ولا لا. عموما ما علينا في هذه التفاصيل، علينا في الملف حق شخصية ريد اللي قدمها مورغان فريمان. الملف هذاك فيه صورة شاب يشبه مورغان فريمان الى حد كبير، افترض انها صورته لما كان صغير اول ما دخل السجن. في الواقع يا جماعه الصوره هذيك ما هي صوره مورغان فريمان، بالرغم من انه الكاتب يعني او المخرج قالوا له اسمع جيب لنا صوره لك وانت شباب كذا بنحطها لك في ملف السجن. قال لهم والله ما عندي بس عندي ولدي ينفع اعطيكم صورته. شافوا صوره ولد وقال له واو اوكي هات 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 صوره ولدك بس خلاص بيؤدي الغرض. وبالفعل حط صوره ولد مورغان فريمان داخل الملف اللي هو اسمه ألفونسو فريمان. المخرج فرانك ديربونت يا جماعه يقول اثناء تصوير الفيلم او فيلم ذا شاوشينك ريديمشن كان يتابع فيلم جود فالس كل يوم احد. ليش كل يوم احد اثناء تصويره للفيلم يروح يتابع فيلم جود فيلس للمخرج مارتن سكورسيزي؟ قالوا له ليش يعني ايش الفكره؟ قال والله كنت استلهم مشاهد كثيره من المخرج مارتن سكورسيزي، بحكم انه فرانك ديربونت وقتها كان لسه في بدايته زي ما قلت لكم، استلهم منه طريقه روايه القصه بالصوت وطريقه سرد الاحداث وبعض المشاهد البسيطه استلهمها من فيلم جود فيلس. كم انت كبير يا سكورسيزي حتى الفيلم رقم واحد يستلهم منك. شخصيه بروك يا جماعه الرجل الطاعن في السجن
الاكسجين اللي معاه غراب صغيرون فاكرينه؟ اذا انت متابع جيد للفيلم راح تعرف انه الادمي هذا مسجون، بس ما حد يعرف ليش مسجون. الولد ذا دخل السجن هو صغير وما خرج منه الا هو على عكاز وظهره معوج، بس ايش سالفته؟ ليش مسجون؟ ودي اعرف ايش سالفته. احب اقول لكم يا جماعه انه سبب سجنه في الروايه هو انه قتل زوجته وبنته بسبب ادمانه للقمار. ياب تخيلوا الشيبة ذاك المسكين اللي كلنا حزننا عليه في النهاية، قتل زوجته وبنته في الرواية بسبب ايش؟ بسبب القمار كمان. كلانسي براون يا جماعة او مؤدي شخصية كابتن هيدلي او رئيس الحراس في السجن، ذاك الشرير اللي ما حد كان يحبه، كان يضرب السجناء ويعنفهم واحيانا يقتلهم بكل دم بارد. يقول انه جاءوا لعنده ضباط وعسكر حقيقيين من داخل السجون اللي حوالين المنطقة او اللي سمعوا بقصة الفيلم، وقالوا له اسمع احنا عساكر وضباط حقيقيين وداخل سجون، وراح نقدر نمثل معاك في هذا الفيلم وراح نقدم اداء حقيقي لأننا فعلا خضنا تجارب زي كذا. ولكن مؤدي الشخصية كلانسي براون رفض تماما وقالوا له ليه يا أخي خلينا نمثل معاك. قال لهم يا جماعة الخير أول شيء شخصيتي ذي مرة شريرة وراح تضرب سجناء وراح تعنف سجناء وراح تقتلهم وإنتوا عسكر حقيقيين، أنا ما أدري بكرة كيف تتأثرون بالتمثيل هذا وبالفيلم هذا وتروحوا تعذبون الناس بالفعل في السجون الحقيقية. وهو عنده وجهة نظر صراحة، بس أتوقع إنه السجون في أمريكا وفي أوروبا مضروبة يعني ما يحتاج يضربها زيادة، لكن مبادرة طيبة منك يا حبيبنا. السجن يا جماعة اللي صوروا فيه فيلم The Shawshank Redemption كان عليه أمر هدم، يعني في أي لحظة حيتقش، في أي لحظة حيتشال من مكانه. ولكن لما جو استأجروا الموقع تبع الفيلم علشان يصوروا فيه فيلم The Shawshank Redemption، وبعد ما نجح الفيلم السجن أو الإصلاحية هذه تحولت إلى متحف، وإلى يومنا هذا الناس تزوره بسبب فيلم The Shawshank Redemption. إذا قدرت توصل إلى أمريكا بطريقة ما ابحث عنه في جوجل The Shawshank Redemption ميوزيم وراح تلقاه. الفيلم يا جماعة إلى تاريخ هذا الفيديو حاصل على تقييم 9.3/10 ومتربع على عرش أفضل فيلم في العالم، وعدد الأشخاص اللي قيموه تجاوز 2,600,000 شخص، ويعتبر هذا أول رقم وأعلى رقم وصل في موقع IMDb لعدد أشخاص قيموا نفس الفيلم 2,600,000. في نهاية الفيلم يا جماعة راح تظهر لكم عبارة مكتوب فيها في ذكرى إلين جرين، وفي حال أنه أصابك الفضول وحاب تعرف مين هو إلين جرين اللي الفيلم ذا كله The Shawshank Redemption مهدى له وفي نهاية الفيلم بشكل رسمي، أحب أقول لك أنه هذا مدير أعمال المخرج فرانك ديرابونت، توفي قبل انتهاء تصوير الفيلم بفترة بسيطة بسبب مرض الإيدز، وحب المخرج أنه يكرمه داخل هذا الفيلم بكتابة اسمه في نهاية الفيلم كإهداء. إلى هنا يا جماعة نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو. أنا شخصيا قيمت الفيلم 10/10، ولكن يهمني أعرف أنتم قد إيش تقييمكم للفيلم، وهل تشوفون أنه يستحق فعلا 10/10 أو التقييم العالي اللي هو ماخذه، أو هل يستحق يكون في التوب 1 ولا لا؟ إذا لا أجل إيش الفيلم اللي تشوف أنه يستحق يكون في المركز الأول؟ شاركوني كل التفاصيل هذه في التعليقات. يعطيكم العافية يا جماعة، إذا عجبكم الفيديو اضغطوا على زر لايك واشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهاتي أول أول، ولا أهم من هذا كله تعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي كلها موجودة في صندوق الوصف. كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.